قلت لك انا كندخل ملي دخل الكاميو بغى يدخل الكاميو خاضوا عنده الكارت كريس زيد ملي خاضوا عنده الكارت كريس خلنا ملي بغينا نخرجوا بغينا نخلصوا قال تعطيني 1000 درهم الكاميو 40 ريال الصندوق 500 صندوق قال تعطيني 20000 قلنا لي عطينا نسخه من جبنا من دفتر التحملات وهاك تخلص متأكدين من أن اللي كيتخلص السوق اللي كاري السوق اللي كيتخلص اللي كيتخلص دابا ندير الشفارة اللي كيتخلص راه داير المهم الله أعلم شكون شاري السوق حنا السيد راه مدير تما كل الشارات اللي كيتخلصوا كيعطيكم شي وراق ديال التقطيع باش تخلصوا لا وراق لا وراق لا والو تقطيع لا والو كيقول لك ما بغاديش تطيح له كعصا خصنا نرفعوا الشكاية للوكيل حنا ولاد القانون احنا ولاد الدولة ونخلصوا القانون ديالكم شكون الامين ديالكم نتوما؟ ها الامين انت هو الامين قاد لك البطاقة انت هو الامين ديال المحمدية وكنت السوق انا لا عندنا الامين صغير كيجي وصلنا الامين هذا الامين محل العمالة كاملة العمالة واش كيظهر لك انت في هادشي؟ اش كيظهر لك في هادشي؟ خارقين القانون اذا انت خاصك دابا تدير القانون ديالك ترفع الشكاية شكرا خارقين القانون كاين تعسف شوية باش ما كامل جاي من السطات يحكموا عليه باش باغ كامل جاي من الغرب حكموا بوحدو هاد الناس عشوائيين احنا اليوم كناخذوا الكارت كريس كناخذوا على السلطه ما حاضرين دابا هاد الوراق كيفاش عطيتهم لي ما فهمتش شنو المقابل باش خدوا الخدار ما كيكونش في السوق ما كيباتش في السوق خدار مول شي ما كيباتش في السوق الخدار ما كيباتش في السوق حنا كنجي الكاميو ديال الكراب كيجي كياخذ لي كياخذ ليه الكارت كريس كيقول ليه عطيني كارت كريس دخل ما غاتعطينيش كار كريز خرج برا هذاك من حقه خاصو يدخل باش يشد البلاصه للخدار الا ما دخلش شد البلاصه الصباح ما غايصيرش هذاك الراجل اللي جاي الكاميو ومحسوب عليه 7000 درهم ديال الكره ديال اكادير ما غايبيعش هذا هو الشيء باش كيدفع هذا الكار كريز الله يرحم الوالدين باش كيدفع هذا الكار كريز دركم ما كيتعطيش باش يشدو علينا هذا الشيء ولا ما بعتي بغيتي بهذا الشيء